معنا من باريس أستاذ الفلسفة السياسية دكتور خلدون النبواني، أهلا وسهلا بك لسكاي نيوز عربية. ما مدى القلق الفرنسي بشأن التظاهرات اليوم في نيامي؟ هل فرنسا تتوقع فعلا أن يتم اقتحام سفارتها هناك؟ أهلا بك عزيزي يوسف وبمشاهدي قناة سكاي نيوز العزيزة. يعني فرنسا قلقة فعلا، ولا هناك ما يبرر هذا القلق. سبق وأن تم اقتحام السفارة، هناك مجموعة من الكبيرة من المتظاهرين، هناك نقمة على الوجود الفرنسي في النيجر، تحميل فرنسا وتاريخها الاستعماري مسؤولية الفقر، مسؤولية زعزعة الأمن، مسؤولية تبعية البلاد، وبالتالي كل ذلك يجعل فرنسا قلقة من أن هناك يعني تكرار لمثل هذه العمليات قد تحدث في يوم ذو رمزية كبيرة وهو الاستقلال، يوم الاستقلال عن الفرنسي المستعمر. وبالتالي نعم، فرنسا متوجسة من هذا الموضوع، غير يعني ليس هناك شيء من الثقة بالانقلابيين بأن يقوموا بضبط المتظاهرين، بل بالعكس هي ربما تجد أنهم قد يدفعونهم إلى تحطيم يعني رمزي للوجود الفرنسي هناك، ومن ورائه الوجود الغربي في حالة من تبديل الولاء من المعسكر الغربي ربما إلى المعسكر الشرقي الروسي بشكل أوضح، طبعا الصيني اقتصاديا، ولكن هناك تعويل الآن على العسكر، رفض لكل ذلك التاريخ الفرنسي. في مثل هذا اليوم، يوم الاستقلال، يحضر التاريخ الاستعماري كله. فرنسا الآن يعني هناك احتقان شعبي كبير ضدها، هناك انقلاب الآن يناصبها العداء بشكل واضح وصريح، وبالتالي نعم فرنسا الآن تتخوف يعني تحسب الحساب، وقد أجلت على كل إن هي رعاياها المتواجدين دون أن تجلي العساكر الفرنسيين هناك، وتعدادهم حوالي 1500 شخص. طيب دكتور خلدون، هل تعتقد بأنه باريس هي التي تقف وراء الموقف الصلب لدول إكواس تجاه الانقلاب في النيجر، والذي هدد بالتدخل عسكريا كما تقول نيامي؟ يعني لا شك أن فرنسا تقود يعني بشكل كبير ما تستطيع فعله الآن للضغط على الانقلابيين في النيجر، وإذا كانت هي قد استبعدت التدخل العسكري الفرنسي المباشر، فإنها قد تدعم مجموعة الإكواس، يعني مجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، للقيام بتدخل عسكري. وسبق أن قامت إكواس بمجموعة من التدخلات العسكرية في العقود الثلاثة الماضية، العقدين الماضيين، بشكل أساسي ابتداء من ساحل العاش وغامبيا وحتى في مالي، وبالتالي هناك يعني دعم فرنسي لممارسة مجموعة من الضغوط. ليست فرنسا وحدها، هناك مصالح غربية أخرى حاضرة، الولايات المتحدة الأمريكية دون شك، ولكن فرنسا لا شك أنها تقوم بمثل هذا الضغط. لكن من ناحية أخرى، هناك أيضا مصلحة لبعض دول غرب إفريقيا ممارسة هذه الضغوط. يعني لو فتح باب الانقلابات وهو مفتوح على مصراعيه، يعني حدث انقلاب في مالي، في بوركينا فاسو، في غينيا، والآن في النيجر، مما قد يهدد يعني الأمن والاستقرار المحلي في بلدان أخرى وأنظمة الحكم التي تخشى من انقلابات عسكرية. وبالتالي هي تحاول لملمة هذا الموضوع يعني بشكل أو بآخر، لكننا وهذا يجب أن يقال في إفريقيا تحديدا أمام معسكرين أساسيين، الولاء للمعسكر الغربي الكلاسيكي، الولاء القديم، والآن ربما الرغبة في التحرر من المعسكر الغربي والارتماء في أحضان روسيا. روسيا تحديدا هنا في هذا الانقلاب تحديدا، البعض يقول أنه الأصابع الروسية غير واضحة، وأنه على العكس هناك انتقادات شعبية كبيرة للدور الفرنسي تحديدا، يعني دون أن يكون هناك محاولة لاستبدالها أو الولاء لروسيا. هل تدرك فرنسا بأن سياساتها تجاه هذه الدول الأفريقية القائمة على
دعم أنظمة عسكرية أو حاكمة فاسدة ربما من أجل الحصول على أكبر قدر من الثروات دون النظر إلى تطلعات الشعوب هناك تدفع ثمنها اليوم باريس؟ دون شك وعلى فرنسا يعني الحكومة بشكل أساسي أن تعترف بأن علاقتها يعني مع دول إفريقيا باتجاه واحد، هي علاقات استمرار للعلاقات الكولونيالية الاستعمارية القديمة، فيها شيء من الاستغلال الاقتصادي، فيها شيء من التعالي، فيها شيء من الإملاءات الخفية المبطنة بلغة دبلوماسية، وبالتالي فرنسا هي من تدفع الثمن. ولكن دول إفريقيا حقيقة على مستوى الدولة ربما قد تكون قوية على مستوى العسكر، ولكن الدولة فيها هشة تحتاج دائما إلى يعني مساندة خارجية أو قوة خارجية تساندها، فإذا لم يكن المعسكر الغربي فهي يعني تتوسل المساعدة من مكان آخر. منذ عقود تقريبا الصين تتغول اقتصاديا وتوسع مصالحها في إفريقيا، لكن روسيا أيضا عبر ذراعها فاغنر تحاول أن تجد مكان لها. ربما كما تفضلت لا تكون روسيا وراء هذا الانقلاب بشكل مباشر، وقد يعني كررت الخارجية الأمريكية مثل هذا الكلام أكثر من مرة، ولكن روسيا بكل الحالات هي الأكثر استفادة الآن، وهي لا تريد أن تفلت الفرصة لأن تدخل من جديد. يعني شاهدنا العلم الفرنسي يحرق وهناك أعلام روسية ترفع، قد يكون الأمر رمزيا ولكنه ذو دلالة على المستوى البعيد. هناك رغبة بالتحرر من فرنسا التي يعني مثلا يشعر المواطن النيجيري أنه يزودها باليورانيوم منذ عقود، وهو يعني لا يستطيع، الكهرباء مقطوعة إلا عن المدن الكبرى وغير متوفرة، والآن قطعت بشكل كامل عن النيجر. نعم واضح. أشكرك شكرا جزيلا وأسف على المقاطعة. من باريس أستاذ الفلسفة السياسية دكتور خلدون النبواني.